اهلا بكم اعزائي المشاهدين في الملحق رقم 14. والملحق رقم 14 من كورس متميز في تعليم اللغه الانجليزيه، ده هيبقى برونسيشن. يلا بينا. في الملحق دوت هناخد برونسيشن، وهناخد منها الحروف المتحركه. كنا بنتكلم في المحاضرات عن حرف الاي، هناخد النهارده الاي اللي ورا وراها اي. الاي اللي ورا وراها اي بتنطق زي حرف الاي في الالفابيتك، يعني تنطق اي، فبالتالي فتبقى الكلمة فيها اي بالظبط، مش كسرة لكن اي. شوف مع بعض امثلة: بايل الصفراء او المرارة، بايك دراجة، سايت بالسي معناها يقتبس، داين يتغذى، داير رهيب او اليم، دايف يغوص او يغطس، فاين بخير او ناعم، فايف بالاف مزمار، فايل ملف، فاير نار، فايف بالفي خمسة، جايد. جايد هنا اليو سايلنت، فتبقى كأني اي ورا وراها اي، تبقى جايد يرشد او مرشد، هايد يختبئ، هايك نزهة، هاير يستأجر، كايت طيارة ورق، لايك يعجب أو يحب، لايف حياة، لاين خط، لايم جير. نكمل. لايفز جمع حياة، حيوات جمع حياة. دي غير ليفز اللي هو بقول هي ليفز، لما اقول هي ليفز كأن الاي سايلنت فبيقولها ليف، كأنه ما بينطقهاش كده، يعني لما اقول الفعل بتاع ليف يبقى كأن الاي سايلنت، فالفعل يتقري ليف. لكن لما تبقى لايفز اللي هي جمع لايف حيوات تبقى اسمها لايفز. مايس فئران جمع ماوس يبقى كده مايس. مايل دي وحدة قياس اسمها الميل، لما اقول 2 مايلز 3 مايلز. مايم يعني مهرج او مقلد، وفي فن اسمه بنتو مايم. بنتو مايم هنا ماين، ماين انا عارفها يعني ملكي، حاجه ملكي. لما اقول واحد بيقول لي كتاب مين فاقول له اتس ماين، يعني ده بتاعي. لكن كمان ليها معنيين تاني، ماين معناها منجم او لغم، لغم الالغام اللي بتنفجر بعد شر عن اي حد يعني. ماير يعني وحل، مايت سوس او عث، نايس لطيف، لما اقول لواحد نايس تو ميت يو يعني من اللطيف ان انا اقابلك يعني. نايل ريفر نايل اللي هو نهر النيل، ناين كلنا عارفينها تسعة، بايل كوما يعني تكوينة من شوية حاجات كده، يعني كونت حاجات على بعض فبقى اسمها بايل، باين اناناس، بايب اللي هو بايب اللي بتشرب، كوايت اي اي ورا وراها اي تبقى تتنطق اي كوايت. في كلمة تانية الاي اللي وراها اي في الكوايت دي نفس نطق كوايت كوايت، بس هنا كوايت يعني هادي، وكوايت دي معناها تماما بنعرفها من معناها في الجملة. رايس روز، رايد رايد يعني يركب، لما اقول رايد اكمل يعني يركب جمل، رايد بايك يركب عجلة، رايف رايف يعني وافر او منتشر، شيء رايف. رايب احنا ساعات نقول كلمة اسمها رايب يعني، لكن رايب رايب يعني ناضج. رايز يعني ينهض، وبالنسبة لما اتكلم على الشمس او the sun rises يعني الشمس بتشرق كأنها بتنهض من نومها يعني رايز. نكمل مع بعض. سايد يعني جانب، سايت موقع، ممكن يبقى سايت على الانترنت، او ممكن يبقى سايت موقع عمل، يعني في مهندسين ورايحين سايت موقع عمل شغالين فيه. تايد اللي هو المد والجزر، عملية التايد اللي هي المد والجزر بتاعت البحر مع القمر وكده. تايجر تايجر يعني نمر، تايجر. تايل تايلز لو حطينا اس تبقى بلاط، تايل بلاطة. فايس رذيلة، فايل قبيح او خسيس، وايد واسع، وايل حيلة، واين خمر، وايب يعني يمسح،
زي عندنا وايبس اللي هي المناديل اللي بمسح بيها ايدي، بمسح بيها يعني وايبس مناديل مبللة. فهنا وايب، وايب يعني يمسح، واير يعني سلك، واير، وايز حكيم، برايد، برايد هنشوفها هي الاي برضو ورا وراها ايه، حتى لو اكتر من مقطع لكن او كلمة كبيرة شوية، لكن ايه برايد يعني عروسة، برايد يعني عروسة. انسايد يعني بداخل، انسايد، واوتسايد يعني بخارج. ديسكرايب اخر مقطع اللي هو الرايب وقبل ديسك، فتبقى ديسكرايب، ديسكرايب يعني يصف. كلنا عارفين سمايل، سمايل يعني يبتسم. نقول حاجة توايس مرتين، لما يعني الدكتور يكتب على العلاج يقول توايس a day يعني مرتين في اليوم، أو ترايس الكلمة اللي آخرها الأخيرة، ترايس يعني 3 مرات، يبقى كده ترايس يعني 3 مرات. كده نكون خدنا أمثلة كتيرة قوي، يعني تقريبا كده 60 كلمة، 60 كلمة على القاعدة، اللي هي الأي اللي ورا وراها إيه، اللي بتنتهي أي، تبقى فايس زي كلمة فايس كده، أي ما بتنطقهاش زي فايل دي، ما نقولش فيل مش كسرة، لا ده الإي ما تتنطقش، لكن أي تتنطق أي حقيقية تبقى فايل. يبقى كده خدنا كلمات كتيرة قوي، وفي أكتر من كده بكتير، لكن أنا مختار كلمات بسيطة نقدر نحفظها ونقدر نتعامل معاها، ده شوية يسهل معانا اللغة، يبقى عندي كلمات بعرف أقراها في نفس الوقت أحفظها، ودي تعمل لي كده يعني متسع من الفوكابلري أو الحصيلة اللغوية، وده يخليني أعرف أتكلم كويس أوي. إلى اللقاء، إلى اللقاء في الملحق 15 من الكورس المتميز في تعليم اللغة الإنجليزية. مهندس عادل روماني.